صباح الخير. صباح اليوم انا مبسوط. ها منصور اليوم الفطور صح، هذا فلطة وهذا خبز ملوح اليمني، وهذه لحسة وشكشوكة بالجبن. طبعا اللحسة تجي مختلفة شوي. يا سلام، كذا يبدأ الصباح. هذه وش يا ابو منصور؟ تبدة. يا سلام صراحة الأجواء جماعة رهيبة. وراهم أبو منصور، القيادة هنا متعة، لكن لازم الواحد ينتبه مع الضباب. قهوة وجلسة على الضباب. ها حارب. أيوة. كيف الأجواء؟ الأجواء جميلة، جبلة إيه؟ ورذاذ وسحاب. الجبلة من وين؟ ما من الستة يا فاطمة؟ لا، جبنا قهوة شعت. حنا في شعت الآن يا جماعة، زي ما تشوفون جلسة على الضباب، تنزل كرسيك تجلس. لكن لو يروح الضباب كيف أبو منصور؟ لو يروح الضباب أي بتشوف إطلالة خرافية. خرافية يا جماعة. المسبح الله، لو تعطينا مليون ريال مسبحت فيه. يا جماعة المسبح هنا خاصي نص عمره. في المكان السري. أنا حارث. طبعا هنا ما تقدر ترفع رأسك. الله. حيا وسهلا. سعيد باقي، شو أخبارك؟ كيف حالك؟ الله يحييك. خبور خير الحمد لله. سعيد باقي عاد ما شاء الله تعرفوه. تسلم عندك منصور. لا عندك. تسلم الله يجزاك خير. وهذا عفيف، تعال يا عفيف، تعال. عفيف احمد. ها يا حليلك، تعال سلم. ان شاء الله هذا عفيف احمد. ان شاء الله يا حليلك. القهوه والتمر. طبعا التمر باللغه الجباليه وش هو ابو منصور؟ تور. تور تور تور. حيا سعيد باقي، الله يجزاك خير. الجلسة مميزة مع شباب الجبل. طبعا أهل الجبل معروفين بالشاهي، راعي شاهي مثلنا، احنا بعد راعي شاهي. وسعيد ببر شنفيت صح؟ اسم الفخيدة. هذه اسم الفخيدة القبيلة سعيد باقي. ما شاء الله. ونعم ونعم. وعفيف عفيف عفيف احمد. ونعم ما شاء الله يا حليلك عفيف. وهذا عفيف احمد باقي وسعيد باقي. وعفيف ما يتكلم عربي الان، يتكلم جبالي فقط. ومتى بيتكلم عربي؟ ان شاء الله بعد المدرسه. لما يدخل المدرسه. يعني صحيح كلامي لما انا قلت ان اهل الجبل يتكلمون الجباليه ثم يدرسون يتعلمون العربيه. اي يعني هذه لهجته الام. اي ما شاء الله ما شاء الله. ما قصرت اخونا سعيد باقي، والله يجزاك خير. والله عادي. الله يسعدك. ووعدنا بنروح نشوف لنا ندور البرعة ان شاء الله، ونقول لهم ترقبوا. طبعا في إطلالة شعت السنة هذه موجودة فن البرعة. شوفوا تجهيزاتهم، فن البرعة معروف في ظفار. ظفارها الفن ويستمتعون فيها الصغار والكبار. شوفوا الصغار يتجهزون. Yeah.
كمشاركة من جنوب السعودية. عاشوا عاشوا. شوفوا جينا قبل شوي كان ما في اطلالة، الان انقشع السحاب تدريجيا. شوفوا شلون جمال المكان، المكان كل صراحة ساحر. انا جيته قبل شهرين كان يعني مختلف تماما، وبحط لكم الصورة. مكان جدا رهيب، حطوا السياج هذا صراحة في تطوير بالموسم، حتى الشرطة متواجدين والدفاع المدني في كل مكان يشكرون بكل صراحة من باب الانصاف. شوفوا جمال المنظر يا جماعة، شيء خيالي بكل صراحة، سبحان الله. طبعا زي ما شفتوا هذه كانت تغطيتنا لفن البرعة، صراحة جهود جبارة. يعني الموسم السنة هذه كثير من الناس، أنا أول زيارة لي، ولكن كثير من الناس يقول يعني كان في تطورات ملحوظة، فهذه كانت تغطيتنا، ونشوفكم بتغطية ثانية. ومقبل راح يتعلم البرعة. اهلا وسهلا وصباح الخير في يوم جديد. صباح النور يا هلا وسهلا. وين ما اخذنا اليوم؟ اليوم نروح المغسيل. المغسيل. ايه المغسيل. والخط زي ما تشوف بمنصور. انا ما متجهين الى اطلالة شعت، بس للأسف يا ابو مقبل ما أيه. نقدر نشوف الفيو اللي قايل عشان الجو رهيب. الجو رهيب. عجبني الجو. الجو رهيب بس الفيو. الفيو يهون. مساء الخير واهلا فيكم من اطلالة شعت. شوفوا الاجواء جميلة ورائعة جدا، بس شوية الضباب مخرب الاطلالة. لكن الضباب معطي نسيم رذاذ كذا رهيب. معطي نسيم. جلس تجيب كرسيك تجلس بس الاطلاله ما اشوف الاطلاله. وناقصنا الحجه فاطمه الجبنه. الجبنه موجوده من وين؟ من قهوه شعب. ما من الحجه فاطمه. أيه. المره الجايه في المكان السري في اطلاله شعب. في المكان السري. احنا الحين في ضيافة سعيد باقي، اتوقع تعرفوه، معروف سعيد باقي الحين صديقنا في القبل في شعر. هذا احمد. احمد كيف حالك؟ عفيف. عفيف. عفيف كيف حالك عفيف؟ صديقي. عفيف سعيد باقي. عفيف احمد باقي. ما شاء الله. ونعم ونعم. عندك منصور؟ لا لا عندك. تسلم الله يجزاك خير. سن. وهذا عفيف. تعال يا عفيف. تعال. عفيف احمد. ها عفيف احمد احسن. ما شاء الله. باللغه القباليه التمر اسمه تور. تور. اعطينا جمله باللغه القباليه. شيء ابو مقبل من السعوديه. يعني شي. عندنا ابو مقبل من السعوديه. صح صح صح. آه ما شاء الله. نبي عاد كلمة زود بس شيء صعب. شيء صعب. أعطونا كلمة صعبة. وش زحمتم؟ زحمتم 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 زحمتم. يعني جيتو. يعني جيتو. زحمتم. ونشكر أخونا وصديقنا سعيد باقي. طبعا سعيد ساكن في ولاية رخيوت. وش اسم هذه المنطقة؟ أنزوت. أنزوت. أنزوت اللي هي قريبة من شعت. فما شاء الله يعني الحين صرنا لما نجهنا لازم نمر على الصديق سعيد باقي. والله واجب صراحة. نعم واجب. وننتظر زيارتك في نزوة إن شاء الله. إن شاء الله. وبالقصين. وبالقصين. زين. إن شاء الله. الحين عاد الحين نروح البرعة. البرعة في برعة. في برعة. في برعة الحين نروح.
احنا نصور البرعة نقول لهم ترقبوا كلهم ترقبوا وعمل فعاليات الجديدة في شعت هذه المرة فن البرعة. طبعا فن البرعة في ظفار يعتبر فن يعني له مكانته والناس تحبه كثير، فكما تشوف الحين هذا الناس كلهم يتجهزوا عشان يتنافسوا في رقصة البرعة، وأيضا الكبار تحصلوهم موجودين هنا ويستمتعوا بهذا الفن. ففن البرعة أيضا مدرج في قائمة اليونسكو للتراث، يعني التراث الغير المادي. فأهل ظفار يعني فن البرعة يعتبر بالنسبة لهم شيء كبير جدا. طبعا في مسابقة لفن البرعة للأطفال، هؤلاء اليوم راح يتنافسوا. كيف الأخبار؟ كيف جاهز؟ نريد أداء أسطوري. من معك؟ عارف. من اسمه؟ عارف. عارف. زين إن شاء الله نشجعكم، إن شاء الله تأديوا زين اليوم. هلا الشباب أيضا بالتوفيق للجميع. في فيديو بعد شوي. قشع الضباب يا جماعة، قشع الضباب، شوفوا الإطلالة، شوفوا الإطلالة، يا سلام. هنا البرعة أجواء عالمية. شوفوا يا جماعة، جينا قبل ساعتين كان ما في إطلالة، الحين انقشع السحاب وشوفوا الحين الإطلالة ما شاء الله وضحت الحين. يا سلام، هذا المنظر الخرافي اللي كنا. شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله المنظر يا جماعة، شوفوا يعني مختلف تماما. لو بحط لكم الصورة، شوفوا يا جماعة، حطوا السياج هذا صراحة في تطوير بالموسم، حتى الشرطة متواجدين والدفاع المدني في كل مكان يشكرون بكل صراحة من باب الإنصاف. البحر قبل وبحر ما شاء الله، ها ابو مقبل، يا سلام، تخيل انت كان تغير تماما. والحلو انك قبل شهرين كنت هنا في نفس المكان. صحيح. كانت الصورة مختلفة تماما، قالوا انهم حطوا السياج وكان هذا السياج ما موجود والحين موجود. صحيح. ونحط لهم الصورة قبل وبعد، قبل وبعد. ومقبل راح يتعلم البرعة.
الدرماني.